إلى أم الإمارات، إلى الأم المعطاء، أم الوطن الشيخة فاطمة بنت مبارك. أكتب رسالتي هذه وأنا لا أزال صامدة في عملي. من وأنا صغيرة الوالدة الله يحفظها دايماً تقول لي كوني مميزة، كوني قوية، وهذا اللي غرستي فينا الله يطول في عمرك. كنت مسافرة مع عائلتي لدولة بعيدة، ولدي كان عمره 6 شهور، أصيب بفيروس ودخل العناية المركزة. قالوا لي بترجعين لبلاد بدونه، أطمنك طال عمرك. رجعت ورد وياي، فقررت أني أتخصص في الصحة العامة والأمراض المعدية. إلى أمنا الملهمة، أنا من أوائل الإماراتيات اللي درسوا تخصص هندسة المعدات الطبية. المهنة إلها تحديات كثيرة، ولكن كان عندي ثقة لأني أعيش في دولة تدعم وتمكن المرأة الإماراتية في أي مجال تختاره. أم الإمارات، ثقتي بنفسي نابعة من ثقتك فيا. يمر شريط الذكريات ببالي وأنا أفكر شو اللي خلاني أختار التمريض. رجعتني لأحداث المرضات اللي اهتموا فيني خلال ولادتي. يومها تذكرت المرضى اللي بالعناية المركزة وتخيلت باللي يحسون فيه، وعزمت أكون معاهم في القصص الحلوة وأخفف عليهم آلامهم. سموها الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. أنا أول قابلة إماراتية تخصصت في مجال القبالة. التحقت في العمل في مستشفى الجيرة. كل يوم في عملي أستقبل فيه أرواح جديدة. صعب أوصف شعوري بهذه اللحظة، شعور فعلاً رائع. أم الإمارات، المسؤولية تكبر معنا ونكبر معاها، لأن إيماني بكل تضحية أفعلها من حبي لهذا الوطن. أم الإمارات، كثر دعمك أثر وأثمر فينا وغير مسار حياتنا إلى الأفضل. إن الوالد والوالد لم يكملا تعليمهما وأرادوا أن يحققوا أملهم وآمالهم فينا، لذلك سمانا والدنا أمل وآمال. أنت مصدر قوتي في الحياة، بنتك الدكتورة شمس مايد لوتا، بنتك عاشر كتبي، بنتك شيخة محمد الزحمي، بنتك حياة الحسني.